السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في يوميه ام شمس. كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. كما قلنا لكم شاركنا معكم اللحظات فاش كنا جايين، وشاركنا معكم الفطور ديالنا والاجواء ديال العائله. ودابا غنشاركوا معكم البلاصه. جينا عند شي ناس من العائله تما، يلاه جاوا من العمره، الله على سلامتهم بعدا ملي جاوا، الله يتقبل منهم وعلى سلامتهم وعلى سلامة جميع الناس كاع اللي مشاو للعمره. اللي باغي يمشي الله يسهل عليه، واللي جاوا اللي مشاو الله يسر ليهم على سلامتهم. ايوا دابا حنا غادي نعدهم، وبغينا نشاركوا معكم هذه اللحظات. والطريق حتى هي راه هذه البلاصه كيقول لها ايمين تانوت، حتى هي راه قريبه لينا. يعني عندنا حنا جينا في الوسط ما بين اكادير ومراكش، يعني كلشي قريب لينا الحمد لله. ما بين مراكش والبلاد عندنا ساعات المكانه، وما بين اكادير والبلاد ساعات المكانه، يعني جينا في الوسط كلشي قريب الحمد لله. ودابا بغينا نشاركوا معكم هاد الطريق حتى تشوفوا الاجواء وتشوفوا يمين تانو حتى هي كي دايره. وحنا غاديين ان شاء الله، ومن بعد غنرجعوا معكم. وحنا رجعنا معكم، هذه هي الدخله ديال يمين تانوت. ها هي وجمعة مباركة بعدا، الله يدخلها عليكم بالصحة والسلامة، الله يتقبل. السوق هذا هو السوق، هو السوق الأول، ها هو السوق ديال إيمين تانوت. كيعمر نهار اثنين ياك؟ نهار اثنين، سوق كبير تما تبارك الله. وشوف تبارك الله الجبال، راه إيمين تانوت راه جا عالي شوية، فيه الجبال بزاف. تبناو كلشي تبنا. شحال بينكم وبين عائشة؟ بيني وبينه شي 4 سنين. 4 سنين؟ ايوا راه كلشي تبدل دابا تبارك الله، راه كلشي فيه. اوكي واش 3 سنين واش 4 سنين؟ بالضبط ما عرفتش. المهم 3 سنين الفوق راه كاينة. ها هما الطيور، ها الجبال، شوف هذوك الجبال. شوفوا الناس فين زبانين، راه بناو في وسط الجبال. شوف فيه توا منتجعات، فيه اوطيلات، فيه بزاف ما يتشاف. فيه المناظر، فيه الطبيعة. الكوميساري هنا ما كانش كوميساري، يعني انا عارفه الكوميساري يلا دارها. سبحان الله بحال الطوموبيل. تبارك الله، راه الشجر موجود، الغرس كما كتشوفوا الغداء خدموا لي قصرية ديال الطعام، الصحة والراحة جالسين مع العائلة مجموعين. احنا رجعنا معكم مشاهدين، من بعد ما كنا في مرجعنا من يمين تانوت، ما كانوا الناس بزاف و حسب التصوار. ايوا رجعنا للدار، جلسنا شويه. غادي نشارك معكم دابا هاد اللحظات زوينين، هاد الجو رائع. ها هو الشجر، الشجر ديالنا. ها هو بغيت نشارك معكم الدوار ديالنا. ها هو هي الجامع، هادي الدار ديال الوالد الله يرحمه. هادي كيديرو فيها، كيديرو فيها الدجاج والبقر والغنم. ها هي هادي الدار الاخرى اللي ساكنين فيها، ها هي هادي فين ساكنين. وهادو راه العائله، خوتي وعماماتي
هما اللي ساكنين حدا بعضياتهم، يعني كلشي قرب لبعضياته، ما بعدش بزاف. ها هي هذيك الدار ديال عمي تا هو الله يرحمه، وهذه هما ها هي الشانطي قدرون يجي. والناس خارجين دابا مع الجو بارد، الناس خارجين برا مع وليداتهم. هاهو هذه الدار ديال ولد عمتي، هاهي الجردة ديال قدام الدار ديالنا، كنا جالسين قدام الباب. هي الجردة ديالنا قدام الدار، كاين واحد الجو زوين، كنطلعو للسطح كتشوف الدنيا، كتشوف الدراري تلاقاو مع بعضياتهم كيلعبو. هاديك راه بلاصة الفخار، واحد الطاس تا هو راه فين كيغوص فين كيطل، وداك الشي زوين صراحة. واحد الخالية هي داخلة في وسط الزيتون والبرقوق. الخيرات اجيو في الصيف، الحمد لله الخيرات موجودة. البرقوق يلا غيجي معاكم قد قد، باقي ما طالش. وييه يلا غيطي مع المجية ديالكم مع الكونجي. والله لا مع العطلة كبير ان شاء الله. لا داك الشيء زوين تبارك الله. وداك مسكن الليل تا هو عرفتي راه هنا فين كنفرشوا في الصيف، كنديروا ديك الزربيه بلديه ولا كنديروا صالون موجي هنا، وكنديروا كنفطروا فيه الصباح، كنديروا فيه الكوتي في العشيه، كنتعشاو هنايا وكتجمع كاع العائله، وكيدوز واحد الصراحه واحد كيكون واحد المنظر رائع زوين. وها هو الطاوس اللي قلت لكم شفتو راه فوق السطح فين طالع، هذاك راه الطاوس ديال خويا راه شوفي نزيد شوف مشى طالع فوق السطوحه كيدور. وهاد المناظر صراحه كتشوف بحال هاد الشيء راه كتفرح وكتجي عند العائله. انا بعدا والله الا العائله عزيزه عليا، كنبغي الناس العائله تجمع والناس يتجمعوا مع بعضياتهم، ما الواحد ما عنده ما يدي من هاد الدنيا. عائلة تجمع العائله وتجمع الحمد لله وتجمعوا الخوت، وان شاء الله ملي غادي نتجمعوا ان شاء الله في العشيه ولا مع الخوت راه غادي ندوزهم ليكم، غادي نشاركهم معاكم. وداك الشيء صراحه زوين بزاف. ودابا ان شاء الله غادي نمشيو نشوف واحد عمتي كانت مريضه مسكينه، غنشوفوها حتى هي يوم معها سنه الرحيم وعزيزه علينا الصراحه. ايوا الحمد لله راه هاد الوجوه اللي كيجيبو كيجيبونا الصراحه العائله باش نتجمعوا معها شويه ونفرحوا ونفرحوهم الحمد لله اللهم لك الحمد. وشوفوا داك الورد، وغادي ان شاء الله ندير معاكم واحد الدوره في الجرده تشوفوها مزيان. دابا راه العشيه راه قرب المغرب، وشوفوا هذا الجو الصراحه زوين. ها هي الدار ديال خويا، ها هي تيرا غادي نشاركها معاكم. وها هي الدار اللي قلت لكم ديال الوالد، ها الجامع كي هنا كيديروا فيها الغلام والدجاج. وكما قلت لكم حنا ملي رجعنا من تانوت وشاركت معاكم حدا الدار ديالنا الجردة، وقلت لكم غادي نمشيو عند عمتي نشوفوها، وحنا دابا راه غادي عند عمتي. وشوفوا تبارك الله ما شاء الله الجبال، وشوفوا المناظر، واي حاجه قلت لكم كما قلت لكم غادي نشاركها معاكم.
وهاد البلاصه راه كيقولوا ليه اسف مال، حنا كنقولوا ليه بالشلحه اسف مال، هو بالعربيه راه واد المال، واد المال البنات. عرفتي دابا داك عنده شي قصه هاد الواد، وصراحه ما مشيناش بكري، هذاك الشيء علاش كون مشينا بكري غادي نصوروا لكم هذوك المناظر. عندهم البحير، عندهم الماء، كاين حداهم البراج، كاين حداهم الواد، وكاين كاينه الخضره، كاين عطى الله ما يتشاف. وان شاء الله حتى العيد الكبير ان شاء الله غادي نشاركوا معاكم وغتشوفوا هذاك الشيء صراحه غادي يعجبكم. وعندهم هذاك الشيء زوين، عندهم الماء، عندهم كل شيء الطبيعه، وفرحوا بينا الصراحه، فرح بينا ولد عمتي ومرتو، والصراحه داروا لينا داك الشيء ما نقولش لكم، والله الا فرحوا بينا مساكن والناس دار الكرام، وكنشكرهم بزاف والله الا زعما، والله الا ما سخينا كاع نجيو، راه ما مشينا حتى المغرب عاد مشينا عندهم، وما بقاش ليا الوقت باش نمشي باش نشارك معكم هذاك الشيء اللي كما قلت لكم الواد وداك البراج، حتى هو كاين عندهم الخضار، كاين عندهم الطبيعه، هذاك الشيء عندهم زوين، والجبال تبارك الله هذاك الشيء يا سلام. وكما قلت لكم كيقولوا لي واد المال، وحنا كنقول لي اسف مال، اسف مال عرفتي، راه رائع رائع صراحه. وحنا دابا راه شادين الطريق لتما، وقلت نشارك معكم هاد المناظر هادو، راه يعني قربت الشمس تروح، يعني قرب المغرب دخلنا عندهم كيود المغرب. وكاين كاينين الفارم تما حداهم، حيت كاين حداهم الماء، حداهم الواد كما قلت لكم، حداهم الواد يعني كلشي موجود تبارك الله، كلشي توفر عندهم. وكاينين دابا هنايا الجبال، راه طالعين دابا مع الجبال، وكنصور لكم قلت باش نشارك معكم هاد المناظر الرائعه زوينين. هانتوما كتشوفوا راه داكشي زوين الصراحه، والله الا مشيتي لتما كاع ما تخرجي والله العظيم. وكاينين مناظر اخرين، ما بقاش لينا الوقت يعني، ما ديناش بزاف. حنا وصلنا للدار، ها هي الدار ديالهم، هذه راه المشمشه اللي كاينه في المراح وهالبيوت، يعني الدار تبارك الله كبيره وبارده. راه ملي كنجيو عندهم في العشيه كيفرشوا هنا فين كنفرشوا في المراح. وحنا دخلنا الحاج كيعمر لينا فتاي واحد الدكه ما شهيتكم فيها، يا سلام عرفتي، دار لينا الدكه مزوديه عرفتي، والله الا واحد الدكه راه يا سلام. وعندهم النعناع ديالهم ديال البحيره، جابوا لينا الماء ديال هذاك، وعندهم الماء الصراحه يا سلام، والله الا واحد الماء ما نقولش لكم رائع وبنين، وهذاك الماء خفيف عندهم اللي كليتيها واخا تاكلي حتى تشبع وكتشرب هذاك الماء كيجيك الجوع، يعني خاصك ما تاكل مازال. وهي الطبله فين حاطينها، دايرين الفاكهه ودايرين الحلوى حاطين لينا، والله الا يلاه جالسين كنشربوا فاتاي، قال لها غنشربوا اتاي غنخرجوا. مشات مسكينه عروسة عمتي خبزات البطبوط ودارتو مع العسل، دارتو مع الزبده، وحطات لينا الزيتون البلدي، الزيت البلدي، حطات لينا العسل الحر، صراحه داكشي رائع. اللي حطوا لينا الفاكهه الحلوه، صافي قلنا حنا غناكلوا هادشي وغنزيدوا مع الطريق. والله الا عرفتي ملي صلينا المغرب قلنا غنخرجوا، وتا حلف علينا ولد عمتي قالك والله ما تخرجوا، هي الصراحه وما دار الكرم صراحه. هي حطات لينا البطبوط وداك البندق حتى هو داروا مع الزيت العود، والله الا واحد المذاق يا سلام، والمسمن والعسل الحر وديك الزبده بلديه والزيتون ديال الدار، الزيتون الكحل مرقد، وعمروا تاني القهوه بالحليب، صراحه واحد المنظر واحد الجو يا سلام. والى اللقاء، الى الفيديو المقبل ان شاء الله.